كما قدم إخواننا أن هذه الحلقة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهذه المنكرات وهذه المعاصي التي يعصى بها ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي هذه الساعات. وأنا بستغرب من بعض الناس، الواحد بيكون برا وزعلان من الناس الجوا. شوف الحلقة دي أول حاجة اختيارية، يعني ما بزول جراك من أطانك قال لك تعال جي فينا، جيت وقفت كلام عجبك خلاص أقعد، ما عجبك شن نعلاتك ده إذا عندك نعلات طبعا وتخارج، فهمت؟ ما تقعد برا ولا يتكلم في كده وما تتكلم في كده. وإنت ألفا ألفا، إنت بتاع الحتة دي الألفا بتاعنا ده مهرجل وتتكلم في الموضوع ده، الموضوع ما كده فهمت؟ اتخارج طوالي، لأنه أسي إنت لو مشيت لك حفلة سايت، أسي لو مشيت الحفلة البجاي دي والأغنية ما عجبتك، الأغنية بتاعتهم هو حرامي، لو ما عجبتك لقيت الفنان شغال بغني وأنا شفته باللفة وخطيت صفة واجهني بتحداك كلمني بالقلته مشيت لك مرات بس إنت كترته، الأغنية ما عجبتك تقول له بالله دقيقة أصبر فنان غير الأغنية دي، بتقدر؟ ما بتقدر الله يديك، فهنا ما بتقدر برضو بتخارج سايد، فهمت؟ فنحن هنا بنكلم الناس إنه الكلام اللي بيحصل الليلة ده، الليلة رأس السنة والاحتفال برأس السنة ده حرام بالقرآن، كلام ربنا تبارك وتعالى وبالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. وبعدين أنا بمسك لك واحد واحد، الليلة الناس بيحتفلوا برأس السنة، أنا دار أعرف منو قال لكم رأس السنة الليلة؟ منو قال رأس السنة الليلة؟ قول لك لا الليلة رأس السنة، وينو طيب؟ وينو رأسه؟ ما شايف وين رأس السنة؟ والساعة 12 ما طيب ما تحتفل الساعة 12 صباح، مالك بتحتفل بالليل؟ الساعة 12 دي واحدة بس، مش في 12 جبال مشت؟ ما كان تحتفل جبال داك ما رأس داك شنو ضنب؟ ما تحتفل جبال؟ الساعة 12 الجبال دي حقت نص النهار دي، الناس ما كان يحتفلوا جبال، يقول لك الليلة رأس السنة نص النهار الساعة 12، فهمت؟ لكن بجوب بالليل ده أول حاجة. الشيء الثاني النصارى أو المسيحيين بيكلموا بيقول لي من المسيحيين، وديل ما مسيحيين، فهمت؟ المسيحيين هم أتباع عيسى عليه السلام، وديل عطالة بتاعنا ديل ما أتباع عيسى. النصارى بيحتفلوا في اليوم ده إنه ربنا تبارك وتعالى ولد عيسى في اليوم ده، فهمت؟ والنصارى ديل بيحتفلوا بالموضوع ده الليلة الساعة 12 الأمة دي تطفي الأنوار وبتكورك وجماعة ما عارفين الحاصل. طبعا في جماعة هنا جايين يقرصوا ما عندهم شغلة برأس السنة ولا نور ولا شمعة ولا كلام فارغ، جاي يقرص بس من هناك جاي من بيتهم، يقول لك يا دول شفت الليلة شارع النيل ده مسخن جدا فيه كمية من البتاع المزز والحاجات دي، يقول لك أنا جاي هنا أنا عارف الحاجات دي، تقول لك عندي دقن يعني ما عارف، عارفك كاشفك يا أخوي كاشفك، فهمت؟ عارف الشغلة فهمت؟ فهي كيف خلي الموضوع بيناتنا عادي بتكلم معاك عادي يعني، فهمت؟ يقول لك الليلة أصلا جايين هنا وفي مزز لفات وفي ناي، يقول لك ثلاثة نيسانات ما عارف ليك شنو نيسانات بتاع شنو، يقول لك جاي يقرص دار يقرص سايد وفي نجار يجي يكشف ما جاي يحتفل، انت جاي تقرص ودار تكشف ده، امشي اقعد في بيتكم من خمت نوم، فهمت؟ اقعد احسن لك، لانه الليله في الزمن ده النصارى بغادي بيحتفلوا انه الله ولد، وانت ده عندك في القران الكريم الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ديلك قالوا لا 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 بلد، وانت بتقول لم يلد ولم يولد، فانت مفروض تزعل ما تفرح، شنو غدت في صفهم؟ الصوت 12 جد بالله 12 عكاز في راسك 12 بتاع شنو يا اخي؟ ديل بيقول والله ولد، انت قاعد ليه الساعه 12؟ 12 بتاع شنو؟ فهمت؟ انت خلي يكون عندك دين وعندك غيره على الدين بتاعك على القران وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ها لا ما يسمع بي في هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، نصراني اي خرجت روحك وجهنم طوالي، فهمت؟ ديل النصارى ابو صليب، ونحن دايرين ابو صليب قاعد هنا في شارع النيل ولا بتاع خليجي هنا هسه دي خليجي، نصراني فرصه مفتوحه للنقاش، نصارى نصراني ابو صليب تعالين انا اوريك انه الانجيل بتاعك ده باطل، انجيلك الدين بتاعك انت الليله ده باطل، الانجيل ده جوا فيه لوط عليه السلام زنى ببناته، ده الانجيل بتاع النصارى، انتوا ما عارفين الحاصل سايد، خليني من راس السنه، والله انت الكلام ده لو عرفته مفروض تركب اقرب مواصلات وتتخارج بيتكم طوالي، ده الدين بتاع الجماعه اللي بعد شويه بطفوا الانوار، فهمت؟
قال بيتكلم عن لوط عليه السلام عن بناته. جات واحدة من بناته عنده بنتين، جات واحدة للتانية قالت لها هل أمي نسقي أبانا خمرا لنحيي من أبينا نسلا. دي البنات نبي كلام كذب إمتى وكفر بالله عز وجل. هل أمي نسقي أبانا خمرا لنحيي من أبينا نسلا فسقطا أباهما خمرا فسكر النبي، يعني لوط سكر. ده كلام النصارى وانت شغال بتحتفل تو تو. والله انا لو عندي سلطه في البلد دي البتاع دي فيك لك جوا عينك انت. ده قال لك لوط عليه السلام نبي من الانبياء، نبي من الانبياء عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ده قال زنى ببناته. قال فسكر النبي فزنى بابنته الكبرى حتى حملت، فقالت الكبرى للصغرى هل أمي لكي يزني بك أبوك؟ قال فزنى بها فحملت. الاثنين حملوا من أبوهم لوط. ده كلام النصارى في الإنجيل الليلة في كنيسة بحري في السوق العربي كل الكنائس الكلام ده عندهم دين وبيعتبروا دين دارين قابلوا بيه ربنا عز وجل يوم القيامة. وإنت الليلة شغال معهم بتحتفل ومجنصص إمتى وجاي الأماكن هذه الأماكن العامة انت وما عارف الحاصل. ده الدين بتاع الجماعة ديل. وديل الله عز وجل قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ديل أعداء لله تبارك وتعالى وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى يكون أعداءك التدل. انت تعاديهم في الله تبارك وتعالى وتبغضهم في الله عز وجل وتبغض شعائرهم وتبغض الأعياد بتاعتهم من باب أولى. تنوم في بيتكم وخليك يا أخي مالك مع رأس السنة إمتى. وفي ناس طبعا من برا بلفوا وبيتكلموا وقول لك الجماعة ديل ناس داعش جو. أنا شايف واحدين قالوا ديل ناس داعش جابهم رأس السنة شنو يا ناس. نحن ما داعش الناس دي أنا أغنيهم كيف. نحن ما داعش الله الذي لا إله غيره. وناس داعش لو لقونا بيبدو بينا إحنا قبالة قتا أول حاجة. وبعدين نحن ولأنه أكتر ناس بيتكلموا في داعش ياهو نحن ديل أكتر ناس بيكرههم يا هو بيكره بندقون دير. يقول لك تاعي دير كفار نحن كفار هاي. وانت شنو طيب كافوري كفار بتاع شنو يا ولد. نحن ما داعش اطمن اطمن. في ناس طبعا قاعدين خايفين يقول لك دير اعسي فجروها شنو يا ما داعش. نحن لو داعش ما بنتكلم. انت حصل لقوك داعش عاملين حلقة داعش عاملين حلقة محاضرة لداعش لقيتها داعش عاملين ركن نقاش فاتحين فرص للحوار والنقاش. ديلك ما بيتكلموا يا اخي ناس داعش ديل ضبح طوالي تعال انت هاي محمد هاي اطبح بعديه اطبح بيطبحوا ديلك. فنحن ما داعش والمنهج بتاع داعش زمن هاد باطل وحرام. الزول ينتمي لداعش وحرام زول يقول داعش كويسين امتى. وحرام انت تقول الزول اللي بيقول داعش كويسين انت تقول له كويس كله حرام امتى. فتطمن يعني اقعد. في ناس خايفين من الموضوع ده ديل داعش وما داعش ما داعش تمام. ده الموضوع الاول انه الاحتفال بهذه الاعياد حرام و و و ويؤسم الذي يحتفل بهذه الاعياد. ده الامر الاول. الامر الثاني انه الليله الناس اللي بيحتفلوا في هذه الاعياد يحتفلوا بالمنكرات وبالمعاصي يعصوا الله عز وجل ويقول لك نحن فرحانين. وطبعا دي وهم الناس ابليس غشام بها. الناس عندهم شرط انك عشان تفرح عشان تكون فرحان الا تعصي الله عز وجل الا تعصيه. يعني لو جيت انا قلت فرحان وصليت ركعتين ما بظل بصدقك يقول لك انت فرحان ولا مفلس كده خليك برا واضح. لو جيت صليت ركعتين انا فرحان يا جماعه فرحان اتوضيت صليت ركعتين ما بصدقك يقول لك الزول ده انت عارف بيكون طاقله زول شيك وجا صلى. لكن لو جيت فرحان قلت لهم انا فرحان وماسك لك سيجاره طول الليله وبكره امتى وشغال السجاير غلا والليله راس السنه وقول لك ده انت عارف فرحان فك النفس بيصدقك امتى. فالفرح ما شرط فيه انك تعصي الله عز وجل. الست لو احتفلت في بيتكم وحرام برضو تحتفل في بيتكم لكن ما بتقدر تحتفل في البيت لانه في البيت ما في بنات عريانات زي هنا ديل ولا ديل ما عريانات ديل شنو طيب ديل شنو روتانا سينما في شارع النيل الان امتى. والله جد روتانا سينما في شارع النيل ده اي منظر قاعد هنا برا هنا النسوان الرسول يتكلم عنهم كاسيات
عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها قعدات قعدات بنات لابسات الليلة أنا ما أعرف ما بردانات ولا شنو بيت القى لابسة لحد الساق ده ما أعرف بنات شنو ذاتهم بناتنا نحن وللأسف تسألة تقول لك أنا مسلمة وأبوها اسمه محمد وأخوها محمدين وعم أحمدين فهمت مسلمة مسلمة وتلقى اسمها عاشة ولا فطومة ولا هنا مسلمة بعد ده تلقى لابسة لحد هنا والجماعة يقول لنا والله توهابية لابسين قصير ودي شنو دي قول لك لا دي حبيبي شطفني وأنا ذاتي حبيبتي شطفتني ما واحد موية ما عندنا موية ما عندنا من الشطف ماله يعني شطفني بتاع شنو يا أخي بيت عليك الله تعرف الزمن ده ذاته زمن بتاع فتن وزمن بتاع بلاوي مرة تلبس لين وسكر عينك ورعينك جد برا إلا من رحم الله إمتى كرعينا برا عديل والجماعة قاعدين الواحد يعاين لا من الكبري يقطعها بغادي لحد السفة تقع يعاين خط الثانية يعاين إمتى تلقاه بيعاين سايد ولابس قصير نحن نلبس قصير الجماعة كورك شفتها باب الحمام وداك شنو باب الشارع ما باب حمام برضو فهمت لكن ده كله فهمت من متابعة اليهود والنصارى ديل الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عنهم عندك أختك قاعدة هنا مع البنات ديل سوقها وديها البيت والله جدي بتدخلك جهنم بيتك مره قاعدة هنا سوقها وديها البيت عندك مرتك قاعدة هنا هذه الورطة ذاتها أنا محتار ذول بسوق مرته يجيبها هنا مرتك عرست عيتها ها والله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن الزينة الزينة حقت المرأة دي الحاجة اللي بتجمل المرأة دي الله قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أنت عين ما زوجة براك ونحن مزوجنا معك قال إلا لبعولتهن القاعدين هنا ديل بعولتهن القاعدين ديل جماعة في شارع ديل بعولتهن والغريبة تجي تلقاه ماشي الجماعة يقول له محمد كيف والله بابورك تمام هو تلقاه يقول لك جزاك الله خير شكرا وأنت ما نافع خايب خايب سجمان إمتى سايق مرته الليلة راح راس السنة يجبالك سكريم وحلاوة شكلت وحلاوة ما عارف ليك وبتاعه وترمز كبكبة اقتسالي وراح نحتفل براس السنة راسك مكسر يا خايب مرتي خدتها في البيت الله قال المرة تقعد في البيت تطلع من البيت إلا لضرورة وقرنا في بيوتكنا جات مارقة أي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الأولى قال ما يتبرجوا تبرج الجاهلية الأولى الليلة الواحد يسوق مرته متبرجة سافرة وعريانة ويجيب لك هنا رأس السنة نحتفل برأس السنة بالله ده نافع ده نافع ده نافع نافع بوين انت كلام فارغ كله فديل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنهم قال نساء كاسيات يعني لابسات ملابس عاريات يعني الملابس ما بتسترم ما بتسترم وديل نسوان الليلة الله يهدين يا أخي الله يهدين انت البيت تجي مارقة من البيت وزي ما وريتك البيت بيت بتاع مسلمين البيت تجي مارقة من البيت فهمت وشها مليان جميع الألوان زي حوش الروضة أي لون في وشها قاعد أي لون زي حوش الروضة قلت لك فهمت الروج قاعد ما عارف بودرة قاعدة ما عارف بقول لها شنو ذاك بناي بودرة ولا بقول لها شنو ها توب جيل أيوه توب جيل وما عارف ليك الجماعة دين عارفين الحاصل تعرف فهمت مليانة كريمات والله تحيرك كل الكريمات انت الا بالاعشاب البلدية وقدر ظروفك مليانة فل تجي مارقة من البيت انت عارف عشان يلقى واحد برا في الشارع يقول لا وينك يا عسل تكون متكيفة طبعا انا عسل ايوه وبتجي ماشى كده انت واخوها قاعد اخوها مرق مشى شارع النيل حق بتاع المنشية وهي مرقت مشى شارع النيل بتاع ما عارف ليك الحتة التانية انت هو بيخلط بجاي وديك بيخلطوها بغادي واحد بجروا رجعين البيت روصتوا هاي روصنا انت روصت لكن ديك روصوا بها فهمت يا شيخنا افهم الحاصل اضرب تلفون يا بيت وين انت والله انا في شارع النيل اقرب امجات ورجع البيت بلا شارع النيل معك فهمت راس السنة بتاع شنو يا اخي ده كله كلام فارغ كلام فارغ وانا داري اعرف الناس بتستفيد شنو الليلة انت لو رجعت البيت دخلتك البيت سألوك جاي من راس السنة هاي استفدت شنو فرحان انا اتحداك ما فرحان اتحداك ما فرحان انت بترجع من هنا مغيوس شفت المزه دي تطلع ترجع زعلان زعلان اغلبيه الناس يرجع من هنا زعلان لانه شاف له واحده سكاي لما كملنا حاله ما حصلها اخر حاجه جبتها عربيه لغفوفات ما انت ماشي كداري مسكين
انت تلقاه رجع زعلان وصل لدين عربي ما بديك عربي انت عجلة بتلم فيها انت تلقاه راجع زعلان تفرح شنو يا اخي ده ما فرح يا اخي هو حقه هو المولد بتاع الصوفيه داك ما فرح لما انت بتاع الكفر ده يبقى فرح حق الصوفيه داك بتاع اوه سخنا خلاص جيبوا الفته حرتي سرتي له الفجل له البامباي دخل بلام مرق بالكي جابوا الحبسي تحتوا البامباي داك ما فرح داك ما فرح ده يبقى فرح ده لك هناك يقول لك نحنا زي ما كلمك اخونا بنحب المصطفى وبنمدح المصطفى تفتش المدايح تلقاه بيمدحوا بكاسي وحمير ما عارف ليك زي ما قال داك نركب فوق بوكس جديد ولا مهلهل بس بمشي كده وبجيك راجع صامولته ما بتنحل سواقه قدير ومهندسا اكمل قدير لسادقه بتراضن الاول وتنكيه مظبط ومرام من شركة شل ومعها وكمساري ينزل معانا يصل مبسوق بالطيشي في اللفة يتنهل صلي عليه عليه الصلاة يا ده بوكس يا اخي الله يهديك بوكس عليه الصلاة والسلام شو أمة دي غشنا في انت الا من رحم الله الا من رحم الله عز وجل ديلك يقول لك نحن بنمدح المصطفى وتخش معاهم تلقاهم بيمدحوا الشيخ ديل الليلة يقول لك نحن بنحتفل براس السنة وراس السنة من الليلة انا اكلمك اذا انه السنة عندها راس راسها من الليلة ارجع مدار راس السنة هاي ما اجى لسه راس السنة لو في راس سنة راس السنة مفروض يكون ليلة القدر لكن ما في لانه الله عز وجل قال فيها يفرغ كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا منذرين الى اخر الايات لو في راس مفروض يكون راس السنة لكن داك ما راس سنة فالسنة ما عندها راس انت السنة ما عندها راس امش فتش كرعين ابو وين امش ارجع بيتكم يا اخي بلاش راس سنة معك الدنيا برد الناس دي مش بردان ناسي ما بردانين يعني الليلة الوطا بيقى الساخنة الناس دي مش بردانة بتشتكي البرد جاء هم البرد جاء واحدين بغادي جايطين ودي ذات فرصة حقه نتكلم عن بقية الجماعة في واحدين بينك جايطين يا جماعة البنزين غالي والزيت غالي ونطلع مظاهرات ونغير الحكومة عطالة مهرجين بغادي هيا تسقط تسقط حرام ده طبعا حرام ارجع تسقط تسقط بعناية ما تسقط ولا اي حاجة حرام تطلع على الحكومة حرام ده ديننا كده دين بتاعنا انه خروج على الحاكم حرام لكن انت مش دار تطلع عشان تنقص البنزين اي اقعد في بيتكم وانخمت هناك وانت مارك هنا الليلة جاي الليلة تضيع في قروشك وتضيع في مالك وتجي تقول تكورك تقول البلد دي مناية قروش ما فيها وانت القروش لما تلقاها بعد بتقعد تضيع عليه راس السنة وعضان السنة تقعد تضيع عليه هنا وتاني تجي تكورك لنا هناك ما في ودايرين بنزين بنزين البنزين بتاع شنو والبلد دي لو ما صلحت العقائد وصلحت الاخلاق بنزين ما في ولسه لسه البلد دي لو ما صلحت والله الهواء يبقى ما في هواء يبقى ما في بس الناس دي خليها تواصل في نفس الموضوع ونفس الشرك ونفس البدع ونفس المعاصي والكفريات دي خليها يواصلوا فيها والله ربنا عز وجل ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله قال فأعرضوا أعرضوا جابوا الشرك ما عرف راس سنة ومولد بلاوي فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل الله قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إمتى فنحن الدين بتاعنا واضح دين النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فإحنا وصيتنا لك ونحن مسلم ونحن ناس مسلمين إمتى والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة وصيتنا لك أرجع بيتكم ما في حل تاني أوعى تقول لي قاعد وحرص الساعة 12 الساعة 12 بتجيك في البيت وإنت تضمنك شنو تعيش لحد الساعة 12 ودقيقة ضامن ضامن عندك تذكر إنك تقعد لحد الساعة 12 ودقيقة والله تموت في محلك ده هذه الخسارة دي الخسارة فهمت وده سوء خاتمة تموت في محلك ده محتفل بعيد بتاع عطالة بتاع كفار يهود ونصارى أساؤوا لربنا عز وجل وأساؤوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنت واجب عليك تتخارج يا أخي مالك مرة سنة وكرع سنة وبلاوي ونسوان ومزيقة وأغاني وستات شاي مالك مرة الكلام ده يا أخي أمش بيتكم يا أخي أقرأ قرآن صلي توب لربنا تبارك وتعالى وأنا أقدم أخونا الأستاذ محي الدين.